1 year yet. If you have a message you want to send to the Ahli fans, what is your message? The Ahli will supporting you and backing you, the fans. So what is your message? Your message for the fans, the Ahli fans. Assalamu alaikum. Now I know who is loyal to us. The journalist. Normally we have the full house. Alhamdulillah. I think the message is I've paid my school fees. بس هو سؤال بس وكان الاستاذ محمد بيسال بيقول له انت عملت موسم كبير في خلال 10 شهور اقل من سنه حققت القاب كانت غايبه عن النادي الاهلي زي الكاس السوبر وزي كاس مصر وزي افريقيا مرتين افريقيا وزي ميداليه برونزيه لكاس العالم للانديه ايه رسالتك للنادي الاهلي جماهير النادي الاهلي دايما في ظهرك ودايما بتدعمك وعملت ملحمه زي حتى عامل حياتك ادويه ملحمه في حب النادي وفي حب اللاعبين والفريق والجهاز فهو بيرد بيقول انا اتعلمت دفعت مصاريف الدراسيه بمعنى انا اتعلمت دفعت ثمن التعليم يعني I came naive and not knowing what is happening وصلت ساذج مصر وكنتش عارف ايه اللي بيحصل not understanding the dowry ما كنتش فاهم ايه الدوري الدوري المصري not understanding the culture of my players ما كنتش فاهم ثقافه اللاعبين بتوعي didn't even understand the religion حتى الجزء الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين I didn't understand many things حاجات كتيره ما كنتش فاهمها لما جيت I just came for football جيت بس لكره القدم but I realized that it's more than football بس عرفت الموضوع اتاكدت الموضوع اكبر من كره قدم But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا انا ارتكبت اخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small 2-year-old, you can just cross the street. بيقول انا ارتكبت اخطاء بس ارتكبت اخطاء عن جهاله لان كنتش عارف عن جهل يعني ما كنتش عارف زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبقى يعدي الشارع وهو مش عارف ما عندوش معرفه لسه. But somebody posted a lot of pictures, 6 pictures on the social media, and I saw myself in those 6 pictures. هو في حد حط على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي ست صور وهو شاف نفسه في الست صور زي ما هو بيرفع الكؤوس وال and yes I understand the spirit of Ali. افكر افهم دي ايه فتره النادي الاهلي فعلا the spirit of Al Ahly is to win ودي روح دي روح شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي روح النادي الاهلي انك بتكسب كل حاجه and then out of 6 we got 5 ومن 6 مسابقات لعبنا عليهم كسبنا 5 yes we could have done better كان ممكن نعمل افضل طبعا but when you play 19 games in 53 days and every game every 3 days. لو كنت تلعب 19 ماتش في 53 يوم وكل ماتش كل 3 ايام تلعب مباراة. And we had our opposition resting for maybe for a month. والمنافسين بتوعك بيقعدوا كده قاعد منافس قاعد المنافس بتاعك قاعد مستريح حوالي شهر. We went to Kinshasa. احنا طلعنا ورحنا كينشاسا. We went to Tunis. ولتونس. We went to Pretoria. ورحنا بريتوريا سيتي. We went to Qatar. رحنا قطر. We went to Qatar. رحنا قطر تاني. We spent 14 days in Qatar. قعدنا 14 يوم قضيناهم في قطر عشان نلعب. We spent 7 days in Qatar. وقعدنا 7 ايام بعد كده تاني عشان الكاس السوبر هناك. And we had 6 players in the Olympic Games. وعندنا 6 لاعبين بيلعبوا مع المنتخب الاولمبي في دوري الالعاب الاولمبيه. At the moment I think we've got about 7 players in the senior national team. في الوقت برضه عندنا 7 لعيبه في المنتخب الوطني الاول. My boys have been to Kenya, to Togo. كينيا وتوجو راح كل حته لعيبتي بيروحوا مع المنتخبات الوطنيه في اماكن مختلفه في كينيا وفي توجو. And you get what you got. In the 11 months. ومع ذلك في خلال 11 شهر حققنا اللي احنا حققناه ده. If you're not happy, you are ungrateful to God, to what God gave you. لو انت بتبقاش سعيد يبقى انت جاحد على اللي ربنا اداهولك، يبقى انت مش شاكر ربنا على النعمه اللي اداها لك. And my boys are finished their time.
ولعبتي خلاص بدنيا خلصت تعبانين جدا مرهقين جدا. And that's why today we gave them the rest. عشان كده النهارده اديناهم راحه في المباراه. لعبت المنتخب الوطني اللعيبه الدوليين اديناهم راحه ما لعبوش. They can have 4 days. على الاقل حتى ياخدوا 4 ايام. Tomorrow, day after tomorrow in the national team. بكره يرجعوا بعد بكره يرجعوا المنتخبات الوطنيه مختلفه. So that's why they're not yet. عشان كده مش موجودين اديهم راحه حتى يستريحوا. The 4 days after. دول 4 ايام الماتش الاخير ده 4 ايام دول بس يا دوب يريحوا فيهم قبل ما يروحوا المنتخبات. Because when they come back from the national team. عشان ما يرجعوا سواء لعيبه مصير المنتخب الوطني المصري او لعيبه تانيين منتخب المنتخبات الثانيه. The case starts. لما يرجعوا هيرجعوا على بدايه ماتشات الكاس. And then, كاس مصر. And then some other people will be resting again. ويمكن بعض لعيبه تانيه هتريح تاني. We have to catch up. لازم نعوض طبعا لازم نعوض. But we're not complaining. لكن احنا مش بنشتكي من حاجه. The Ali supporters have given us the power. جماهير النادي الاهلي بتدينا الطاقه والقوه. I've seen and I've heard from my feedback to say that yes they are a little bit hurt like we are all hurt. طبعا سمعت ان هم طبعا اكيد متالمين ومتضايقين طبعا ان هم احنا خسرنا الدوري زي ما احنا برضه متضايقين ان احنا خسرنا الدوري. But sometimes in life God says you need to come back and fight for something. احيانا ربنا بيدينا كده دروس في الحياه ان انت لازم ترجع تاني وتقاتل من اجل حاجه. Because maybe if you got everything. يمكن لو كنا حققنا كل حاجه. Then you would have nothing to fight for. ما كانش عندنا حاجه نقاتل من اجلها تاني. But we say to them they supported us. لكن هم بيدعمونا وبيشجعونا. Remember, I have not seen them. طبعا للاسف انا شفتهم مش بلعب من غير جماهير. But I can hear them on the streets. لكن بسمعهم في الشوارع لما اجي في الشارع باجي انزل. And they'll be there for us. موجودين على طول معانا. Next year. السنه الجايه ان شاء الله. والله we'll be much better team. ان شاء الله بيقسم بيقول والله هكون افضل بكل فرقه افضل. Because I'll be a little bit smarter. هكون اذكى شويه. I'll understand the league. فهمنا الدوري نظام الدوري ماشي ازاي. And we are putting in a few players. واضفنا بعض لاعبين تانيين جداد. To strengthen the team. عشان نقوي الفريق. And we'll be better. وإن شاء الله هيبقى أفضل بإذن الله. And I want to say to them, thank them for the support. وعايز أقول لجميع أهلي بشكركم للدعم. I'm going home tomorrow. أنا أرجع بكرة بلدي. I've never been more than 3 days at home. أنا عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. In 11 months. من 11 شهر لما جيت عمري ما رجعت بلدي أكتر من 3 أيام. And I'm going back for 4.5 days. هرجع 4 أيام ونص بلدي. And I'm not complaining. ومشتكيش أبدا. I'm committed to the team. أنا ملتزم على الفريق. Because I'm very, very, very hurt. يعني عندي روح about losing. طبعا وبالنسبه للدوري انا حزين جدا 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 ان احنا خسرنا بطوله الدوري. I'm a coach and a winner. I win trophies. انا مدرب وانا فوت بكسب القاب بكسب بطولات. We will be back. وان شاء الله احنا راجعين. اتفضل يا فندم. طبعا بنبارك افضل بدايه ممكن في تاريخ الاهلي. You have to know that the best start ever for all the head coach for Ahli Club is with you coach. Starting on 9 is a statistic. Well, thank you very much. وبيقول له افضل احصائيه يعني حسب الاحصائيه افضل بدايه في تاريخ النادي الاهلي من اي مدير فني مستر بيسو. I don't know the history that much. بقول له بشكرك انا ما اعرفش تاريخ النادي الاهلي بالشكل ده قوي يعني. If you say it's the best start. لو حضرتك بتقول ده افضل بدايه لاي مدير فني. I must be thankful. انا سعيد لأ بشكرك. But I think there was legends like Jose. مانويل جوزيه. في اساطير تانية زي مانويل جوزيه. I think he had maybe better start than me. يمكن بدأ بداية أفضل مني. He didn't get the championship. He didn't win the league. He's a legend. هو أسطورة كبيرة مانويل جوزيه. God will be there for me. الحمد لله إن شاء الله ربنا يقف جنبي ويدعمني ربنا معايا. اتفضل يا فندم. Congratulations for the historical season. Despite of the games. جماهير الأهلي بس الأهلي يعني واخدة على عدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي 29 مارك ريجاردنج ذا جولز وين كونسيد ده عدد كبير جدا جدا 29 29 جولز وين كونسيد ذا هول سيزون از ا فيري از ا هيوج نمبر اي ثينك وذ ذا نيو بلايرز ذا نيو سيزون وات از يور فيجن فور ذا نيكست سيزون والتدعيمات اند دو يو ثينك ذات يور بلايرز ويل بي بروت فور يو بروت فور ذا تيم يو كان جيت سترينث تو ذا تيم اند يو كان ميك ذا ديفرنس فور ذا توب starting with a goal we concede, coach. I'm an open coach, and I'm an honest coach. طب بس هو سؤال بس بيقول ان جميع النادي الاهلي سعيده بالموسم التاريخي. I don't run. I when there's a problem. انا امين مع نفسي وانا ما بحبش لما يكون في مشكله.
ببص نفسي كويس وبسال نفسي يا ترى في مشكله ولا لا. بقى واضح ما وزي ما حضرتك قلت حكايه ان دخل فيها 29 جون السنه دي دي في مشكله فعلا. If you look at the goals we conceded, لكن بص الاهداف اللي دخلت فينا mostly is second half. استقبلناها معظمها في الشوط الثاني اخر دقيقتين اخر ثلاث دقائق اخر دقيقه في المباراه اخر خمس دقائق 10 دقائق المباراه. And the question I ask myself, وسؤال بساله لنفسي انا ممكن حاجه تساعدني كمان بس يكمل ممكن بحاول let me finish I'll give you a chance هيكسبوا يكملوا حقيقه. When the team concede a lot of goals at the end, لما فريق بيدخل فيه اهداف بيستقبل اهداف في اخر دقائق في المباراه في نهايه الماتش السؤال you lost concentration فقدت تركيزك لم فقدت تركيزها you tired مرهقين or you attack carelessly ولا بتهاجم بعشوائي يعني بدون اهتمام بالدفاع. So my job is to go home now. انا دوري مرجع بلدي the next 4 days الاربع ايام اللي جايين I will look هبص and I will be honest to myself وهبقى امين مع نفسي but don't forget there are number of games and traveling تسعه عدد الماتشات لعبناها والسفر my players are tired لعبتي تعبانه طبعا. Okay, coach, I ask you, do you need defenders, new defenders to... Look, football is a very, very funny game. I said it last time. لعبة طريفة كده كرة القدم. I said it last time, the score was 4-2, and somebody says you conceded two goals. I said, but I scored four. الماتش اللي فات كسبنا 4-2 فيقوم بس قالوه في المؤتمر الصحفي دخل فيه جونين فرد قال لهم بس جبت اربع اجوان احيانا ساعات تبقى 2-0 تبقى سبايه 2-0 وشكلها حلو ما دخلش فيك اجوان بس جبت جونين بس مش اربعه من كم يدخل فيك جونين you get lessons for why you conceded two goals. بتتعلم بتطلع بدروس ليه دخل فيك اهداف. Then you can improve your defense. وكده ممكن تحسن دفاعك وتشتغل عليه. And when you scored four. لما تسجل اربع اجوان. Then you say but why can't I score five or six? ليه برضه هتسال سؤال ليه ما جبش خمسه وسته؟ Do you know what I'm trying to say? هيك فاهم عايز اقول ايه؟ When you play against a team like Masri. بتلعب فرقه زي النادي المصري. Very very good team. فرقه كويسه جدا جدا طبعا. And you put four goals against them. وتسجل اربع اهداف ضدهم. You say to yourself. هتقول لا بتسال نفسك what kind of a team do I have so I think انا فرقتي كويسه can go more and score five and ممكن فرقتي ممكن كويسه ممكن تروح وتزيد وتجيب خمس تجوان ست تجوان you can see two maybe this team can stay with zero behind بس برضه بنقول برضه يعني الفرقه بتاعتنا دي دخل فيها جونين ممكن نحافظ على الشباك لطيف ما تخش هناك روحنا كاس العالم دخل فيها في كاس العالم كله جونين Okay. From Bayern Munich, a big team. It took Bayern Munich 77 minutes to score the second goal. قعدوا 77 دقيقة بايرن ميونخ عشان يعرفوا يسجلوا الجول الثاني. We went to Morocco. We went to Wydad. واحد المغرب لعبنا مع الوداد. We conceded one goal. دخل فينا جول. We scored five. وفي الماتشين جبنا خمسة. We scored four. مع الطاقة جبنا أربعة أجوان. Sundowns we scored three. Sundowns جبنا ثلاثة أجوان. دخل فينا جون جبنا ثلاثة في مجموعة الماتشين طبعا. So if you get achieves final three. كنا شيفس فاينل. جبنا ثلاثة جون ما دخلش فينا حاجة. طب مش عاجبني فرصة بس. We go to Kinshasa. We score 3-0. في كينشاسا جبنا ثلاثة أهداف. So what does it mean about this team? This team. ده معنى إيه الفرقة دي؟ Can keep zero. الفرقة دي ممكن تحافظ على شباك نظيفة. او تخش فيها جوان قليله but is it only against big teams بس ما قدام الفرق الكبيره بس so maybe is the attitude يمكن التفكير of not respecting Mahala الناس ساعات يعني you don't respect يعني بقول يعني ما مش بس حكايه ما تحترمش محل او اسوان فرق صغيره او الجونه but you respect Bayern تحترم الفرق الكبيره زي بايرن you respect الترجي يقصد مش احترام يقصد يعني دي اهتمام يعني سان داونز فرق كبيره بايرن ميونخ بايرن الوداد سو بروبابلي اتس بيج كويشن ماركس دي علامه استفهام كبيره بالنسبه لي ليكوا وليا نفكر فيها ام اونلي 11 مانس هو بقى لي 11 شهر بس في مصر بات بيليف مي اي ثينك وي كان دو بيتر ذان ذس صدقني ممكن ادي افضل السنه الجايه عن السنه دي ان شاء الله اي بروميس ذات حاجه كنت عايز اقول حاجه هل الدوري المصري Do you think the competition league is different than the African competition? Yes, the Dowry is totally different from Champions League. طبعا الدوري مختلف عن بطولة أفريقيا طبعا. Some people say, oh, the Champions League
is more easier than the dowry. في بعض الناس بتقول بطولة افريقيا اسهل من الدوري. So if Champions League is that easy, why you don't win it? طب لو بطولة افريقيا فعلا اسهل من الدوري ما كسبتهاش ليه؟ And when was the last time you won it? واخر مرة كسبتها كانت امتى؟ Do you know what I'm trying to say? فاهم انا عايز اقول ايه؟ And I don't want to mention مش عايز اوضح names, مش عايز اوضح اسامي, مش عايز اذكر اسامي الانديه who lost in Champions League, اللي خسروا في بطوله افريقيا two times but we beat that team مرتين بكسبناهم مره خلاص يعني. Okay, so okay. Yeah. Okay. I'd like to talk about طبعا على الموسم كان مسكر جدا يعني wish you a good holiday and regards to the South African people. I want to continue the first question about the goals you conceded. Maybe we need new players in the defensive line, or will we keep the same defenders without any new, and you evaluate them? To be honest with you, I think we could have still win the dowry with the same number of goals we conceded. أعتقد ممكن بعد الأهداف اللي دخل فيها كان ممكن يكسب الدوري برضو. The pyramid game could have won it. ماتش بيراميد كان ممكن يكسبه. في ماتشات كتير كان ممكن يخلصها ويكسبها. We could have won it. At the end, one, ممكن يكسبها. كان في الآخر واحد بيتعادل في الآخر 1-1 بيتعادل معانا في الآخر. We missed a lot of goals. أخذنا فرص كتيرة جدا للتهديف. So I think we could have still won the dowry with the same number of goals. أعتقد برغم الأهداف اللي دخلت فينا كان ممكن يكسب الدوري برضه. If we taken those chances. لو كنا سجلنا الفرص اللي جات لنا. New players. Yeah, we have new players. No, you think about the new players in the defensive? Defensively, look, I'm not sure. Yeah, one or two maybe. One or two, not too much. ممكن واحد أو اثنين مش كتير. Okay, maybe three. يمكن مشكلة إن the coach is asking if you will sign a new players. Maybe yes. ممكن واحد أو two maybe. ممكن اثنين. احتمال اثنين. You know what I'm trying to say? اوكي احتمال. But لسه في دماغنا يعني مفكر فيه. But I want to score more. بس المشكلة برضه عايز اجيب جون اكتر. To win the game. عشان اكسب ماتشات اكتر. You know Barcelona? You know how many games they concede? حكى برشلونة. They دخل فيهم كام؟ بيخش فيهم برشلونة بيخش فيهم جوان كتير. But they win. لكن بيكسب بيجيب جون كتير. You understand? Remember if you can play 0-0 for 36 games. You've got 36 points. And you did consider goal. But you're going to the division below. كنا عايزين درجة تانية. وقصده العبرة مش انك بيخش فيك جوان بس المفروض تسجل. I want to thank you for your support. Thank you for your support. أشكركم كإعلاميين دعمكم ليا. We had small fights. فكان في بيننا مشادات بسيطة. As I was saying, I was paying my school fees. دفعت مصاريف اتعلمت ده مصاريف دفعتها تمن التعليم اتعلمت شويه and I'll be better وان شاء الله هبقى افضل I will improve اتحسن وهبقى افضل ان شاء الله. We congratulate you and thank you for everything.